يا فندم، اوعى تكون فاكر نفسك بتعمل فيلم هينزل اسبوعين في السينما ويتشال. لا، انت بتعمل فيلم على بلد كامله. احتفل اليوم الذكرى 72 لعيد الشرطه. السيدات والساده، احنا هننام. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعى تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناه والضغوط الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. دخلت في الحاله؟ عايز حاجه من بره الحاله اجيبها لك؟ انا عارف ان الحياه صعبه. انا عرفت ان انت عارف. الظروف صعبه والاسعار غاليه. يعني انا عارف ان الظروف صعبه، عارف يعني. بس انا ما اعرفش ان انت عارف. واديك عرفت ان انا عرفت ان انت عارف. انا بمشي بلف كتير بالعربيه وبقابل ناس كتير. بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ جنيه مره 120. بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير. وعايش يا بابا. هتقولي بس الدنيا غالية، هقول لك غالية بس كلنا نقدر نعيش. انا هفوت على سعادتك كل اول شهر واديك مرتبي كله، وعايز حضرتك بقى تأكلني وتكسيني وتسكنني وتجوزني. والله العظيم ما حد جه قال لي من الناس البسط دول غير حاجة واحدة، ربنا يعينك وربنا معانا. فكنت بقابل الناس في الشارع يعني، ففي سيدة قابلتني وقالت لي انا مش عارف اعيش، انا مش عارف اعيش. ربنا يعينك وربنا معانا. يعني في حياتنا ناقصانة كتير يا ريس، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش. يعني اختي اللي قالت لي مش عارف اعيشهم، انا رديت عليها قلت لها كده، طب انا عندي 100 مليون عايز اعيشهم، اعمل ايه؟ ايوه، بس في ناس كتير عارفه انك متخلف عقليا، ازاي نقنعهم ان المتخلف ده هو الرجل الشرط اللي هيحميهم؟ طب انا كلامي اللي بقوله دايما، انا بشغل 5-6 مليون، حتى لو انا هديله ايه؟ هديله 500 جنيه؟ هديله 1000 جنيه في الشهر؟ هو الحد الادنى للاجور النهارده بقى كام؟ بقى 4000 جنيه مش كده؟ دول كام؟ وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل اي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي. لما بقول ان انا منكم وحاسس بيكم، هو كلام مش كلام لطيف مني بقوله للناس في مصر عشان اطمنهم ان انا معاهم. الناس اللي بتقول ايه يا جماعه، ده احنا لسه طالعين من الانتخابات الرئاسيه، تجيبوا لنا 20 سلعه كده ورا بعض طخ طخ طخ. نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه، يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. يبقى استغفر الله العظيم، احنا معاك. لا يا معلم، لا، اصل الممنوع مرغوب، دي معروفه. كل حاجه تهون الا بلدنا. يعني مش هناكل؟ هنجوع يعني؟ نجوع. احنا بناكل. انا مش هاكل. ما انت ازاي كده؟ احنا ما ناكلش. مش هنشرب؟ احنا بنشرب. كل حاجه ماشيه. طب غاليه او بعضها مش متوفر ايه يعني؟ كل ده ليه؟ عشان الخرفان قاعده وساكته والسكوت علامه الرضا. ايه يعني؟ اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. اقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. صح يا فلسطيني يا اولاد دي يا كفره. الايه؟ الاكل الايه؟ الاساسيات، شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش ياكلوها، بقى لنا 4 شهور. انت انا خنزير والله العظيم، ما حصلتش خنزير، انت مخلوق غريب، مالكش طعم ولا ريحه ولا لون ولا شرف ولا عزه ولا كرامه. غزه كنا بندخل لها قبل كده مش يعني من حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنه. خالتي بتسلم عليك. الله يسلمك. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثه اكتر من 200-220 شاحنه. طب الناس دي عايشه ازاي؟ هو مين السبب؟ ما انت اللي جايب لي الجرثه والفضيحه. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا. Egypt has also helped enforce a blockade of Gaza because Hamas, of course, is an outgrowth of the Muslim Brotherhood. Which President Sisi is no fan of. هذه الحكاية، ولازم تكونوا متأكدين من ده وانتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول. يعني اللي مخوفني، اللي مخوفك إن أهل البلد يعرفوا حقيقتك. أنا هقول لكم كلمة صعبة أوي. أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ أنا بقول لك أهو، ستكون من الخالدين في النار. أنا مش أهل دين ولا حاجة ولا بتاع. لو أنا السبب في إن أنا ما أدخلش لقمة عيش أقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لأن ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه. أنت صهيوني يالا؟ صهيوني؟ إيه؟ أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لأن إحنا لازم دايماً نكون دايماً صف واحد. أنت اللي بينهش عقلك خوفك على نفسك.
طمعك في الجاه وشهوتك للسلطة. مصر مش أمانة في رقبتنا بس. ما أنا هقول لكم كلام صعب بقى، أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم على أن أنا أحافظ على البلد ديت. ولا في رقبة الحكومة بس، مصر أمانة في رقبتكم كلكم يا مصريين، الصغير والكبير. لا لا، أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم. يا تخليك قد كلامك، يا تخلي كلامك على قدك. الدولار اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا في رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم، ويمكن وسائل الإعلام اتكلمت فيها. بلقى ناس كتير يقولك روشتة الحل. دلوقتي احنا بنتكلم لان احنا محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. قالك ايه، احنا عاملين وثيقة الدولة للحل ونعمل لها حوار مجتمعي. طب هو كان الحوار الوطني عمل ايه يعني؟ ما احنا يا فندم هنقول للناس ان انا نتيجة للتعاون ما بين الجيش والشرطة والمخابرات. يا جماعة الناس في حتة تانية، وثيقة ايه اللي انت هتعمل لها حوار مجتمعي؟ الموضوع في حتة تانية خالص. شوفوا، دايما كان الدولار يمثل مشكلة كل كام سنة لينا في مصر. انت نتيجة للتعاون بين وكالة ناسا وكالة البلح وجنينة الحيوانات. اذا الازمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ اكيد. اي حد يا جماعه يقول لكم يقول لي هيعملها ازاي. ما كانتش مصادرنا مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي او اكتر من انفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكله دي. انا كل ما اتكلم حد يقول لي والوضع ايوه، هتعملها ازاي، هتجيب منين؟ انا اصلا في حاجه في دماغي معينه عايز اعملها. طب روح. طيب يا معلم. لا يا معلم، احنا هنفضل في الافواره دي كتير. بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا، علينا كلنا. فسحروا اعين الناس. سحروا اعين الناس يعني ايه؟ سحروا اعين الناس يعني خدعوهم، اضحكوا عليهم. انا مش هشترك ابدا في المسابقه بتاعه والحل اهو وبس هاتوا ده. ولو حضرتك صحيت بدري شويه، الدول ما بتتحلش ازماتها باللايف كوتشنج. انت مش تبع الزنكروني، بتدخل نفسك في حوار انت مش قدوني. دي عالم كبير احنا مش قدها كلنا. عايز اقول لكم كل اللي مر ده، اللي احنا بنعاني منه ده، بفضل الله هينتهي ان شاء الله. ويجب أن يعلم القاسي والداني أن هذا الأمر لن يحل الآن ولا السنة دي ولا نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية، مش دلوقتي. ارحلوا جميعا وارحلوا في هدوء. يا جماعة ما تاخدوش الناس في سكك. احنا ما نعملش كده، احنا ما بنعملش كده. تخلي برضو بالكم وان البلد الى حد ما كيف هتقدر تجابه الاستمرار الحاله ديت لسنه ولا اتنين جايين، ما مش عارفين هتخلص امتى. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. طب ما احنا عارفين. تقيله عليك الشيله، ما تشيلش. مش هقدر لوحدي. قلت طيب هنكون هتتعبوا معايا. قلت طيب. طب جايين بقى في نص السكه لا مش لاعبين. لا ما تعملش حاجه غلط وتقول مطر حد يلبس شتوي والدنيا حر. خمسة بالحب. خلاص أنا اتأثرت.